إن المايك كده مفتوح. توكلنا على الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الأكارم الأفاضل الأعزاء، أنا أعجز عن شكركم لهذه المحاضرة، وأنا لا أسميها محاضرة بقدر ما هي أمسية تلتقي فيها الخبرات وتلتقي فيها القامات ويلتقي فيها أصحاب الشغف وأصحاب العلم، فالعلم رحم من بين أهله. ومحاضرة اليوم لضيق الوقت هي تحتاج إلى ساعتين، وأخويا الدكتور مصطفى أذن لي بأربعين دقيقة وأنا بستمعه عذرا، يخليهم بس ولو 45 أو 50. محاضرة اليوم عنوانها Magnetic Resonance Imaging MRI Quality Control QC. والمحاضرة تمنيت على أخويا مصطفى برضو إنه إن شاء الله يضعها على الرابط عندكم، لأن المحاضرة تحتاج إلى مذاكرة كثيرة إن شاء الله فيها من الخير الكثير. وقبل أن أبدأ هذه المحاضرة أتقدم بالشكر طبعا لمجموعة MRI في السعودية Education Online، عندي أخص بالشكر الدكتور ياسر هادي صديقي وزميلي الذي انتقل إلى مدينة الملك عبد الله، وهو قد أزاد على المحاضرة شغف الشباب وحب الشباب وتعلم الشباب. ثم أختم بالدكتورة مريم الهاشم التي كانت صاحبة المبادرات في هذه المحاضرة وصاحبة الأسئلة وصاحبة هذا النقاش الثري الذي حول مجموعة خبرات إلى مجموعة تفاعلات أتمنى أن تصل إلى حضراتكم. أولاً هذه المشين التي أمامكم كلما رأيتها تقول أنها your baby أو أنها ابنك، وإنها ماكينة رائعة، وإنها لا تملك ionization، ليست مضرة، ليس فيها إشعاع. لكن أقول لك بحذر أمام هذه الكلمة، هذا البيبي أو هذه المشين ليست كذلك. هذه الماكينة قوية جداً وفيها من الخطر ما يجب أن ننتبه له ويجب أن نتعلمه، والمحاضرة فيها الكثير. والمحاضرة مكتوبة باللغة الإنجليزية، لكن أنا سأحاول أن أفرد للغة العربية مجالاً إذا استطعنا، ومن يريد أن يكتب في الشات للزملاء لاستيضاح أي function أو أي definition فليفعل. هذه الماكينة ليست بهذه البساطة، حتى وإن جاءت الماكينة وتم عمل الأكسبتنس تيست وعمل الكوميشنينج، وأي لفظ أقوله غريب عليك أو جديد عليك اكتبه في النوتس، وممكن في الأسئلة يعني دائما الناس تسمع عملنا الأكسبتنس تيست. الأكسبتنس تيست عبارة عن الشركة جابت داتا شيت أو جابت سبيسيفيكيشن للماشين وحضرتك عملت لها، وبعدين قلت المكنة باظت خلاص المكنة كويس، لكن الكوميشنينج هو الأكسبتنس تيست، بتضيف عليه الكلينيكال أبليكيشن المطلوبة لأي ماشين. ده في كل الميديكال إيميجينج موداليتيز، هذا تعريفات بسيطة وعادية. طبعا اور ماشين ليست بهذه البساطه. لو خدنا كروس سكشن، لو خدنا كات اواي ان ذيس ماشين، هنلاقي عندنا الراديو فريكوانسي كويل، وده من اخطر الكويل اللي عندنا، وبعدين الجريديان كويل، والجريديان كويل هو سر الماشين وهنمر عليه سريعا، وبعدين ادي البيشنت وعند البيشنت تيبل، وبعدين الماجنت هذا الذي يعني اخذ فيه اكثر من 3 نوبل برايز. هنشوف حضراتكم مين اللي عمل الليكويد هيليوم قعدوا يحلموا بيه من 1850 لغاية 1911 لغاية ما فيزيائي هولندي واصل لأول قطرات من الليكويد هيليوم. سنستمر مع هذه الماشين ونقول بكيرفول اباوت اور بيبي، اور بيبي از مور سترونج، يعني شوف حضرتك قدر يبلع او قدر ياخد العيان، وفي روايه انه مات وفي روايه انه ما ماتش، يعني في اكثر من حادث. لو كتبت ام ار اي اكسيدنت هتشوف العجب العجاب. طب حتى الكيبل نفسه لهذا الولد المسكين، مجرد ان الكيبل عمل ثيرمو كابل للولدين دول، يعني عمل زي دائره كهربائيه مغلقه على العرق، يعني انت لازم تنتبه على كل باراميتر في الجهاز، عمل له هذا الحرق الرهيب. والحوادث في امريكا وصلت لرقم عجيب جدا. هنسمع كلمه دي قبل ما ندخل المحاضره، يعني كوينشينج، وكان الكوينشينج ده مصيبه او كارثه. نعم بالفعل، لكن الاساس العلمي بتاعه بيقول ان اني فوليوم اوف ليكويد هيليوم، والليكويد هيليوم ده عند ناقص 273 درجه مئويه اللي بنسميه الزيرو المطلق، اكسباند انتو لارج فوليوم اوف جاز. الجاز ده بيبقى حوالي كام؟ اللتر الواحد بيبقى حوالي 754 لتر، يعني اي فوليوم بيتضاعف الى 754. لذلك انت خلال 20 ثانيه المفروض حضرتك تكون طلعت المرضى من الجهاز، لسبب ان مش هيموتوا من نقص الاكسجين بقدر ما هيموتوا من ان الهيليوم زاحل اكسجين من الغرفه، فما عادش فيه اكسجين يتنفسوا.
وطبعا حوادث التوينشنج معروفه كتير كثيره جدا ولازم تعرفوها. زي ما قلت لحضراتكم دي وان سلايد، لكن لو بصيت ليها مين اللي كان ربنا جعله سبب لانه يورينا الليكويد هيليوم، وبعدين لارمور ودوره الكبير في اكتشاف المعادلات التي تخص الـ NMRI، وبعدين هذا العالم الجبار الرائع اللي كان هو طبيب ولكنه ترى الصور المنقولة عنه كأنه مهندس ومخترع ومبتكر ديماندان، وعمل أول جهاز MRI، وبعدين لما نلاقي بلوش وبيرسل في هارفارد وفي ستانفورد لما عملوا النيوكلير ماجنتيك ريزونانس، وبعدين ما ننساش إن عندنا البول ليرثر وعندنا بيتر مانسفيلد اللي عمل الاي بي اي واللي عمله الجريديان، وكيف ان الجريديان كان هو سر الاسرار في الام ار. هذه تحتاج الى يعني اذا ان شاء الله ما نسقته مع الدكتور مصطفى ممكن نعمل محاضرات تمهيديه انترودكشن للفيزيكس اوف ام ار اي او انترودكشن للام ار اي كواليتي. الاوت لاين بتاعتنا بتقول هو واي وي نيد ام ار اي كواليتي كنترول. الاوت لاين الثانيه هو از ريسبونسبل فور ام ار اي كواليتي. السؤال الثالث بنقول what are the MRI quality control tests؟ احنا بنقيس ايه في جهاز الـ MRI او مطلوب نقيس ايه في جهاز الـ MRI؟ هذا في غاية الأهمية. وفي البداية عشان برضو حضراتكم ان شاء الله تستمتعوا بالمحاضرة وتكون عندكم نوع من خلينا نقول الريفرنس، فحطيت لكم الريفرنس. احنا عندنا 4 ريفرنس بتاع الـ IBM quality control and magnetic resonance imaging، والفانتوم تيست بتاع الامريكان كولوجي اوف ريدولوجي، والكواليتي اشورنس ميثود اند فانتوم بتاع الام ار اي بتاع الامريكان اسوسيشن اوف ميديكال فيزيكس، وبعدين الام ار اي كواليتي كنترول في رول ان ام ار اي تكنولوجيز. بنقول ضروري جدا ننتبه لان في بعض الاستيتمنت حطها في المحاضره ان الام ار اي تيم، من هم الام ار اي تيم؟ الام ار اي تيم ساعات معلش ما احترمنا للجميع ونطرق الابواب بهدوء ان الدكتور بيجي يقعد يفوت الريبورتنج. لا، لما تروح المانيا او انجلترا او امريكا او تروح السنترز الكبيره مش هتعرف تفرق ما بين الدكتور وما بين التكنولوجيست. وانا لان في الكليه عندنا غيرنا التكنولوجيست اللي هو معاه سنتين كمعهد واللي معاه 4 سنين بنرقيه وبنسميه ان شاء الله سبيشاليست، وبعدين البايوميديكال انجينير وحطيت تحته خط والميديكال فيزيست والنفس. المشكلة ان هذا الفريق لازم يكون كله على قلب رجل واحد. هذا الفريق لابد ان يكون هو يحتاج في الاصل الى precise and accurate program. عشان ايه؟ عشان الاويرنس الماجنتيك ريزونانس كماشين او الايميجينج في الام ار اي غير كل الراديولوجي ديبارتمنت. لذلك بعد دخول الام ار اي وبعد دخول الالترا ساوند لاقسام الراديولوجي اصبح اسمه في كل انحاء العالم بدا يتغير الى ميديكال ايمجنج ديبارتمنت، لانه ما كانش الراديولوجي دي جايه من ايام الراديولوجي من ايام الايونيزنج راديشن اكس راي وسي تي وانجيو ومامو واسنان. كل ده صحيح، كل ده معقول، لكن لما يكون عندي ام ار اي تيم، الام ار اي تيم يعني فريق، هذا الفريق متعاضد مع بعضه، هذا الفريق متفاهم جدا، بمعنى ان حتى السبيشاليست او التكنولوجيست وهو بيشتغل لو عدى الفيزيائي او عدى النيرس او عدى حتى الدكتور وقال له انا ورايا حاجه ويكمل البروتوكول لانه عارف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتعمل في المكنه every time. ده في غايه الاهميه. الستيتمنت دي تحتاج الى محاضره لوحدها ما يهمش. طيب احنا دايما نسمع كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول، بس خلينا نقول ايه هو الكواليتي اشورنس وبهدوء زي ما قلت لحضراتكم. اتمنى على حضراتكم يعني يكون في نوتس جنبكم او حتى على التليفون تكتبوا نوتس عشان نحاول بقدر الامكان نحرر المصطلح كما يقولون اهل اللغه. يعني المصطلح لما هفهمه هلاقي الامور افضل واطيب، وهنتعرض بعد كده يعني كواليتي كنترول. فالكواليتي اشورنس المفروض انها كفرز اول اكتيفيتي، كل حاجه كواليتي اشورنس من قبل ما نبني المبنى. يعني في ريكوايرمنت الاوضه اللي هتحط فيها الام ار اي تكون على الاقل 15 متر بعيد عن اي اوسيليشن، يعني عن اي طرق بيمشي فيها ترانكات او سيارات كبيره، عشان ده بيأثر على الاستابيليتي بتاع المكان نفسه. يبقى لازم الديزاين، من اول الديزاين كواليتي اشورنس تتحكم. الديفلوبمنت، انا بطور المكان، باخد مكان يتناسب مع الجهاز، لان الجهاز مش مشكلته اوضه الجهاز، في بره اوضه اسمها الشيلر وفي اوضه لازم يكون الكنترول عشان اقدر اشوف كل حاجه، عشان اقدر مثلا اشوف التركيز
طبعا الضغط والحراره والتمبريتشر كل ده لازم يتقاس في الام ار اي بالذات، لانه جهاز حساس جدا وشغال على طول. يعني الدائره بتاعه الليكويد هيليوم شغاله على طول، لان انت بتسمع الصوت اللي بتسمعه في الماشين ده ما هو الا ما حته راكبه فوق اللي هي عامله زي قبل بدايه المدخنه اللي موجوده دي عشان، وطبعا طوروها جدا بقى في حاجه اسمها هيليوم جنريتور دلوقتي اتعمل ثمنه يمكن عالي جدا، لكنه البنفيت بتاعته عاليه جدا، انه يقدر ياخد كل غاز بيطلع من الماشين يدوره ويعمله ليكويد ويضخه ثاني في الماشين. فالكواليتي اشورنس كفرز اول اكتيفيتيز، كل الانشطه من الديزاين للديفلوبمنت للبرودكشن للمنتج للانستليشن للتركيب نفسه. التركيب نفسه اخطر مشاكل كلها في التركيب، بالذات الار اف، مش يعني شبكه بتتعمل الجهاز كله بما فيها الاوضه وبما فيها الباب، الفلانشة بتاعت الباب هوريها لكم وايه المشاكل اللي بتحصل فيها. وبالباب من اخطر الاماكن في الجهاز، حتى الازاز اللي عند الكنترول ده جواه شبكه من النحاس، وبعدين السيرفيس اللي بتقدمها، وبعدين الدوكيومنتيشن. برضو مشكلتنا في الدوكيومنتيشن مع احترامي للجميع، بنؤكد على كل كلمه بنقولها ان من غير دوكيومنتيشن واويرنس وامبلمنتيشن يبقى في ديفكت عندنا كبير جدا في الكواليتي كنترول او الكواليتي اشورنس اللي بتطبق في البرنامج. طب انا اعمل ايه؟ انا من النهارده من بعد هذه المحاضره اول ما اروح ادور على المانيوال. المانيوال ده فيه شابترين في غايه الاهميه، في شابتر اسمه ترابل شوتنج، وفي شابتر اسمه كواليتي كنترول اللي خاصه لان كل اجهزه عندها، كل الشركات من غير ذكر اسماء، كل الشركات عندها الكواليتي كنترول اللي خاص بيه. طب احنا اشمعنى اخترنا الاي سي ار عشان هنتكلم عليه النهارده؟ لان الاي سي ار يعتبر ستاندر، يعتبر ميزان اعمله لكل الاجهزه، والميجرمنت بتاعته ملهاش دعوه بالسبيسيفيكيشن، هو بيقيس باراميتر تتطبق على اي اجهزه ام ار اي. طبعا الكواليتي اشورنس برضو ده بيقدم لنا او انتروديوس ذا رول fit for the purpose. انا دلوقتي جايب الجهاز ده عشان يؤدي الاغراض اهي، ولذلك في البريتشيزنج بيريود اللي بتسبق شراء الجهاز يجب ان الاربعه الخمسه اللي قلناهم دول يكونوا في الميتنج وكل يدلو بدلو، يشوف احدث حاجه، يشوف احنا هنجيب بريست ام ار اي، هنجيب كاردياك ام ار اي، ايه الانديكيشن اللي احنا عايزين نشتري المكنه ليها. فلازم نبقى عارفين احنا بنعمل. الله يفتح عليكم ويسعدكم ويبارك فيكم. انا طبعا مضطر امشي بسرعه، انا عارف ان الاستاذ عندي كتيره، وبعدين دو ات رايت ذا فيرست تايم، دو ات رايت ذا فيرست تايم اند افري تايم، ده مفروض الكواليتي اشورنس او الكواليتي كنترول نفسها. وبعدين ات انكلودنج ذا ريجوليشن، عندنا قواعد اوف كواليتي اوف كومبتنس اند سيرفيس ريليتد برودكشن. انا جايب منتج جايبه بسبيسيفيكيشن معينه، يبقى لازم الداتا شيت او السبيسيفيكيشن بتاعه الماشين دي تكون في دوكومنت، في ملف، صوره منها جوه الجهاز وصوره منها عند البايوميديكال انجينير وصوره منها عند الفيزيست عشان الكل يبقى فاهم ايه المشكله. طب المانجمنت، يعني المانجمنت مثل ايه مثلا؟ وانا بعمل الحالات الصبح حتى بعيد رص الحالات، او بحاول استاذن من المرضى لو عندي حاله كبيره وحاله كبيره وفيها طفل في النص بحط الطفل مني، بريح المكنه عشان عوامل الايمج كواليتي وعوامل الماشين نفسها، لان الماشين بتاعتك يور بيبي از دينجرس، يور بيبي از فيري فيري باورفول. انت تقدر تستطيع ان خلال الثانيه لما هتخش جوه السيكونس، خلال الثانيه الواحده تعمل 50 تيست، تعمل 50 تي 1 لو انت واخد التي 1 او التي 2 20 ملي ثانيه يستطيع. طب يبقى اذا انا لازم انتبه لهذه المشكله، يبقى السيرفيس ريليتد برودكشن، المنتج ده جايبه ليه، اند مانجمنت اداره والبرودكشن. الانتاج بتاعي عباره عن ما هوش افلام بس، ده انا مجموعه من الاسئله عند المريض والطبيب بيدور عليها، ودي اشمعنى اختار الايمج موداليتي دي اذر ستوري، لانه بيدور على كل حاجه ريليتد للووتر، الدم نفسه 90% منه ووتر، وبيدور على كل الووتر كونتنت اللي بيدور عليها، ده وصلت انه يدور على فانكشن، وصلت انه يدور على تريسر في البرودكشن بتاعه والمانجمنت، والبرودكشن هيكون عند ايه؟ ان انسبكشن بروسيس. ولو حد جاي ثيرد بارتي من بره يختبرنا او يختبر الجهاز بتاعي او يشوف انا ايه العوامل اللي انا بشتغل عليها او يعني اتمشى معاها بحيث ان انا اكون في البيست وورك. الستيتمنت دي الدكتورة مريم اللي حطاها، do you control quality or does quality control you، وهكذا. فلازم ننتبه جدا لأهمية الكواليتي كنترول. وده أول استطلاع للرأي، أتمنى على حضراتكم اللي بيسجلوا الاستطلاع للرأي how frequent your perform quality control in your MRI scanner.
daily, weekly, never. هذه الأسئلة لو حد يقول لها سكرين شوت، وأتمنى من حضراتكم في آخر المحاضرة يكون في تجميع للإجابات. I think quality control is essential to know my scanner vital sign. I don't know why, but I have to do it in hours time. أو is hours time. المهم لازم نجاوب عليه. البي بي ام طبعا كلنا عارفين البي بي ام، لكن ما خدناش بالنا ان البي بي ام دي مشكلتها انها من اكثر الاشياء ومن اهم الاشياء اللي بتتعمل في الاجهزه. لسبب البي بي ام بيدفع فيها سنويا 7% من قيمه الجهاز. دي معلومه لحضراتكم مش يعني اكيد مش احتمال. يعني لما تسال في الملك فيصل تسال في العسكري تلاقيهم اي جهاز نيوكلير ميدسن اور ايفن MRI بيندفع من ثمن واتيفر ثمن، وانت جايبه بسبيسيفيكيشن ان هي جايبه ب 5 مليون ب 7 مليون ب 10 مليون، فانت بتدفع 7%. لما نسال الفيزيست او التكنولوجيست يقول لك والله بيجي المهندس وحد بيوقع له، ده كلام محتاج وقفه شديده جدا. فهو بارتس بير مليون او بري سكيدولينج بريفنتيف مينتنس او بلان بريفنتيف مينتنس. البريفنتيف مينتنس ده المفروض بيغطي الجهاز وبيغطي الهيت والكولينج سيستم وبيغطي الشيلر وبيغطي حوالين الجهاز، فضروري جدا تنتبهوا له. في المستقبل لو عايزين ان شاء الله من خلال الدكتور مصطفى نعمل محاضره تفصيليه عن اهميه البريفنتيف. طيب السؤال why should I do quality control? Because you have to. الامريكان كولج اوف راديولوجي الاي سي ار ريكواير ذا سيريز اوف measurements on weekly and annual basis for a site to be accredited. حتى لو انت عايز تاخد الاكريديتيشن بتاع الاي سي ار لازم يكون عندك الويكلي measurements بتاعك تقدر عاملها، ولازم تكون عارف القصه. في امريكا الاكريديتيشن اوف سايت هاز فورس باي لو، فلازم ننتبه ان هو الام اي بي بي اي اللي هي الميديكير امبروفمنت فور بيشنت اند بروفايدرز. Okay, and is required for sites to be Medicare. في المملكة العربية السعودية لما حد بيعمل الجي سي اي اي، او حتى النهارده انا وصلني المعلومات لكن ما حطيتش احطها عشان ما تبقاش دوكيومنت، لما اتاكد منها انه سباهي اصبحت بتدور على لها عملوا 2 ستاندر للان الام ار اي. طيب ايه المشكلة عندنا؟ Why don't MRI vendors ensure quality? Preventive maintenance is not quality control. احنا عايزين قلنا النهاردة عايزين نوضح المفهوم. Preventive maintenance عبارة عن ايه؟ كل part في الماشين من اول الكويل، الكيبلز، التيبلز، الكويلز كلها، حتى even كنت بناقش مع الدكتورة مريم، حتى even انت لما بتروح العداد اللي بيقيس الليكويد هيليوم كونسنتريشن، ايه اللي بيقيسه؟ الثيرموكابل. الثيرموكابل ده ممكن يعطل او ممكن يكون فولس ريزلت. انت مش داخل جوه الكواليتي اشورنس ولا داخل جوه الكواليتي كنترول، بس في البريفنتيف مينسن المهندس عنده طريقه يقيسه. بس اتمنى عليك انك تحضر وتشوف الكلام ده، لان الكلام ده هيبقى رائع بالنسبه لك. عدد السكشن في الاوضه، الاوضه دي في اير كونديشن، لو كونديشن بينزل على الأوضة. طب والسكشن سحب الهواء من الأوضة مهم جدا، لو نمبر، وده كله ده 12 مرة في الدقيقة، بس ده كله ريكومندد من خلال البريفنتيف مينتنس. التهوية جوه الكو جوه البور نفسه، جوه التانك، جوه العيان بيخش، السماعات والصوت يعني الكلام ده خطير جدا ودقيق جدا. العيان لو عرق والجو بتاعه مش لابسه كويس والكيبل مش مظبوطة كويسة ممكن تعمل له حرق زي ما اتفقنا. الفندور have responsibility for quality assurance في design وال equipment كلها. This including preventive maintenance to serve كل parts, water filter, table adjustment, system calibration. حتى لو انت عايز تحط في preventive maintenance ACR accreditation you can. ساعة الاتفاق تقدر تحط كل حاجة، وبالاتفاق هم هيجيبوا لك الفانتوم، هيجيبوا لك أحد الإكسبرتيز يعلمك التعليم على الفانتوم not more than 2 days، هتكون إكسبرت وبكل حاجة، يعني بالإيميجينج، بالستاندر، بالداتا أناليسيس. don't worry about this you can، لكن تكون عارف. بعدين where does quality come from؟ احنا بنيجي الكلام ده منين؟ every stage for from equipment purchase or radiologist performance request
for the Breeches design. What are I if coin? What the software? MRI acceptance. عندنا كل ده لازم نكون مر علينا. What this MRI delivered meeting specification. بيقابل كل الاسبسيفيكيشن اللي اشتريناها واحنا عايزين نتحصل عليها في هذه الماشين ولا لا. مهم جدا انك ممكن تشتري سبيسيفيكيشن ما بتعرفش تقيسها. هتتاكد ازاي ان how you deal with this specification؟ لازم تبص على رغم ان السبيسيفيكيشن اصبحت ضخمه جدا واصبحت محتاجه تقراها واحده واحده. وطبعا اتمنى على حضراتكم بمناسبه هذه السلايدز ان يبقى بلاش اندر تيبل، خليه ابر تيبل. واول ما تيجي الشركات تقول لك عايزين نجيب لك سبيسيفيكيشن ما حصلتش، قول له ثانك يو بات اي نيد تو فيزيت يور مانيفاكتشر. اصدقكم القول، انا زرت المصنع وان داي وشفت كل الاستيجز، شفت كل الاستيجز، كانت شيء غريب وعجيب يعني. كانت بس ظابط التايم عشان اقدر اقول معاكم على طول، ما نطولش عشان الدكتور مصطفى ما يوقفناش. فالام ار اي كيو سي اذا ذس ام ار اي جاست از جود از It was last week or year. انت عندك لازم يكون عندك كيرف بتحطه فيه النتائج في الاكسل شيت وتشوف من اسبوع لاسبوع. حتى لو النتائج كويسة بس الجهاز بيطلع وينزل لازم تنتبه بيطلع وينزل ليه، حتى لو هو جيد حتى لو هو كويس. الريدولوجيست بيرفورمانس كفاءة الطبيب، لانه هو اللي بيمضي، هو اللي بيوقع، هو المسؤول، هو رئيس القسم. فالاي سي ار ريكواير دبل ريد ويز ميوتوال اجريمنت، لازم يكون في ناس، في اتنين بيقروا. مين اللي بيقرا؟ هيبقى مثلا الفيزيست والتكنولوجيست لو معه فريقه بقوا مع بعض، يعني بدل ما يبقى فيه كونفليكت هيبقوا انتجريتد تيم. وبعدين فوكس ان ام ار اي كيو سي اند رول اوف كيو سي تكنولوجيست تو دي. لازم النهارده حتى السبيشاليست او زميلنا التكنولوجيست بقى بيسموه انه لازم يكون عنده اكسبيرينس انه بيعمل البروتوكولز وعنده اكسبيرينس انه يقدر يعمل الكيو سي. طيب الاي سي ار ام ار اي اكريديشن بروجرام بيعمل ايه؟ نمره واحد ايفالويت ذا افكتيفنس اوف كواليتي كنترول ميجر، هو بيقيس حاجات في الكواليتي كنترول. والكواليتي كنترول باختصار في كل الاجهزه هي هاو تو ميجر سبيسيفيكيشن، هنكتبها في سلايدز جايه بتقول نفس الكلام ده كستيتمنت تكون معاك. وبعدين ويل كولكت فايندنج، لازم كل ده اي حاجه ما عملتهاش دوكمنت، ما عملتهاش ريكوردنج، وما سجلتهاش وما تابعتهاش وما شفتش من يوم للتاني من الاسبوع للتاني الدنيا بتتغير ازاي، يبقى ما عندكش فولو اب فور يور ماشين بيرفورمانس. وبعدين مين اللي هيقوم بالشغلانه ديت؟ الكواليفايد ميديكال فيزيست. وانا عندي محاضره كامله كان الشباب عملوها مع الايجيبشن سوسايتي اوف ميديكال فيزيكس عن من هو الكواليفايد ميديكال فيزيست. شود بي ريسبونسبل فور اوفر سين The equipment quality control program. ليست المشكلة في انك تشوف نتائج كويس، وليست القضية في انك تقيس. كل ده ممكن حتى لو فني. انا قابلت فنيين، انا كان عندي كان معانا فني باكستاني ما شاء الله عليه، يعني كان بيعمل كل حاجة. انا كنت بس جاست ان انا اشوف اعمل analysis للداتا، كان هو اللي بيعمل الميجرمنتس ويبعتها لي، ولو كان عنده اي فايند كان بيقول لي عليها من قبل ما اعمل image analysis. فبي كيرفول يعني امام هذه، يعني ممكن تلاقي نوعية اكثر من رائحة. طب الكواليفايد ميديكال فيزيست هيعمل ايه؟ هو بس مش اوفر سين اكويبمنت كواليتي كنترول بروجرام وبس، يكون عنده سام اكسبيرينس مع زمايله، مع الشركات الاخرى، مع المستشفيات الاخرى، انه بيعملوا ايه؟ بيقدر لو قبل عطل او عيب يقدر على طول يساهم قبل ما المهندسين. ولذلك السايت اجريز تو بروفايد اول دوكيومنت. لما يجي لك بقى الانسبكتور او السيرفير بيجي دور بحد، لازم هتبقى عندك كل الدوكيومنتيشن انكلودد بات نوت ليميتد تو كواليتي كنترول لوكس الفيلم ريكورد اور اني نيسيسري انفورميشن ريكواير باي ذا سيرفيتي. لما يجي لك التيم، احنا خدنا الاكريديشن في دبي سنه 1998 وخدناه ب 99.5 الحمد لله، وشكروا قسم الطب. طب مين الريسبونسابيلتي بتقع على مين؟ اول ما بتقع اللي مش حاطط ايده في الموضوع بنشكره، بنقول لو سمحت تعالى اقعد معانا وانت مسؤول، مسؤوليه كبرى حتى على الشغل اللي احنا بنعمله. يور سيجنتشر اند يور ريسبونسابيلتيز. الريدولوجيست، التكنولوجيست اللي هو سميناه خلاص سبيشاليست في السعوديه لانه كله حصل على باتشلر، واتمنى ان النقطه دي تكون مسعده بالنسبه لكم. والميديكال فيزيست، طيب هم بيشتغلوا. الريدولوجيست هيبقى مشكلته ايه؟ انه لازم يكون انشور ان الكواليتي كنترول بروجرام اكزيست فور هيد ماشين. وبعدين
حتى لما هيجي يختار تو سيلكت تكنولوجيست تو بي برايمري كواليتي كنترول تكنولوجيست، ان الكواليتي حتى هي بسيطه هيتعلمها في دقائق، لكن لازم يكون ضروري جدا انه عارف كواليتي كنترول. ثانيا تو انشور ذات ابروبريت تيست اكويبمنت اند ماتيريال ار افيلابل. طبعا ممكن يقول لك تعمل له الكواليتي كنترول بس ما عندوش التولز، ما عندوش الفانتوم، ما عندوش الهولدر اللي بيشيل الفانتوم، يبقى عين الفيزيائي او الفني هيبقوا محتاسين. وبعدين الرينج ستافنج اند سكيدولينج تو كواليتي كنترول، لا والله احنا مش فاضيين والقسم سو بيزي والصور زي الفل، ده كواليتي. كل الصور اللي بتعمل فيها كلينيكال ما فيش فيها ميجرز، هنشوف دلوقتي. تو سيلكت ميديكال فيزيست تو انشور ذات ذا ريكورد اند بروبرلي مينتين ابديت في الشغل بتاعه، يكون ميديكال فيزيست وعنده ام ار ان كيو سي بروسيجر مانوال جاهزه في الشغل، وهكذا. التكنولوجيست في الروتين الفيجوال هنلاقي عندنا حتى التيست كل يوم بيعمله الديلي كيو سي، انه بيعمل انسبكشن للماشين، عنده القدره والتفاهم مع كل المطلوب منه غير الكواليتي كنترول اللي بتتعمل ويكلي في الاي سي ار. وبعدين ويكلي ماجنتيك ريزونانس انجن كواليتي كنترول بروسيجر، هو يقدر يعمل البروسيجر مش محتاج الفيزيائي يكون جنبه، ممكن يخلص شغل كتير جدا والفيزيائي يروح في اوضته عبر الباكس يقدر يعمل ايمج اناليسيس. وبعدين ويكلي كواليتي كنترول فور هارد كوبي اند سوفت كوبي ايمجز. وبعدين الميديكال فيزيكس بيرفورم ذا اكسبتنت تيست، عمل في البدايه الاكسبتنت تيست اللي بنسميها البيز لاين ميجرمنت، وبعدين ديتيرمين اكشن ليميتد، لو حصل اي اكشن في اي موقف هو مسجله وريكوردد، ويوم كذا حصل لنا كذا ويوم كذا حصل لنا كذا. وبعدين هو اللي بيعمل السيت اب بتاعت الديلي وبيعمل ملف حتى اكسل شيت، وبقى الناس بتعمل تشيك ليست بحيث ان ما يقعدوش يكتبوا كل يوم، مجرد ان هم كوركت او كليك او يعملوا علامه ان هم عملوا الديلي. والويكلي هو اللي بيعمل الاناليسيس، وبعدين ام ار اي اكويبمنت بيرفورمانس ريفيو هو اللي بيعمل الكفاءات المستمره خلال السنه دي كانت الجهاز بتاعنا اخباره، وهكذا. طب احنا بنستخدم ايه في الاي سي ار؟ المانيوال بتاعهم لو بتالي في احدث من كده، لكن انا راجل عجوز معلش، ده الاي سي ار ماجنتيك ريزونانس ايمجن كواليتي كنترول المانيوال بتاع 2001 واللي محتاجه تحت امره. وبعدين الكواليتي كنترول از تشيك فور ا سبيسيفيك باراميتر، اور زي ما قلنا حضراتكم هتحاولوا ان شاء الله تحفظوها وتكون سهله ميسوره بالنسبه لكم، ان الكيو سي از ميجر لماشين سبيسيفيكيشن. اي كواليتي كنترول انت بتعملها معناها ان في ريفرنس. طب الاي سي ار مشكلته ايه؟ الاي سي ار the rule of the ACR is for all machine، ولذلك هنشوف ان احنا عشان نشتغل بالall machine هيبقى عندنا مشكلة صغيرة very important، ان في حاجة اسمها cardless او الholder اللي لكل machine cardless او holder مختلف، فده في غاية الاهمية انك تنتبه له. هو ثمنه بسيط جدا لكن الجهاز في كفة والهولدر ده في كفه. ليه؟ عشان تفضل تظبطه انت محتاج ميزان ميه، ومحتاج يبقى مظبوط مع الليزر ويكون نوتل، لان انت لازم الاي سي ار ده لازم يتضبط. لما هيتضبط جدا كل الريزلت اللي خدتها عليه بعد كده، اهم حاجه ان الهولدر ده يكون، لان الهولدر ده لكل الاجهزه. وطبعا لو دخلت على الصفحه هتلاقي عندهم اشياء كده. ليه؟ انك انت ده اسينشال فانتوم الاينمنت، الفانتوم ماست بي الايند تو ذا سكانر اكسس عشان تشتغل الشغل ده بسرعه، وعشان الري عشان إعادة الشغل تاني يكون في أعلى مستوى في المقارنات الفيزيائية دايما. عشان تتحرر من العيوب في العمل لازم تكون كل البروسيجر زي بعض. الله يسعدكم ومبارك فيكم. طيب اتفقنا ان في يوميا الفيجوال انسبكشن دي بتهتم بالار اف ريديو فريكوانسي دور فلانش، هنوريها لكم في الصورة، دي مهمة جدا. والدور لوك الباب لما بيقفل، لان ده مرتبط بانه يقفل السيستم كله، لانه في زي شبكه مغطيه اوضه الام ار اي ودي الار اف شيلدنج. عشان لما نسمع كلمه شيلدنج في السي تي، عندنا شيلدنج من الليد، عندنا انا شيلدنج من النحاس، عباره عن شبكه عشان تمنع الار اف تخش من بره عشان ما تعمليش ديستورشن وتعمل لي ارتفاكت في الار اف. ده في غايه الاهميه. وبعدين البيشنت الارم مهم جدا، الماجنت بور لايت عشان اقدر اشوف، والفانكشن بتاعته البيشنت فان فانكشن. احنا اتفقنا من ضمن الاكسنت اللي بتحصل الخطيره جدا ان يحصل ثيرمو كابل، يعني شعله حراريه بسبب يعني وصمه كهربائيه، البيشنت فان فانكشن عشان نتاكد ان المروحه شغاله. وبعدين البوزيشن لايت اند بريسيت فانكشن، البيشنت تيبل ورك بروبر
ساعات يطلع منها الصوت، ساعات تتاخر، فهتعمل لي مشكله في السلايد اللي انا مختارها، مش هتبقى كومباتبل مع الايه، مع اللي انا اخترته من الجهاز. الار اف كويل ستور بروبل، الكيبلز دول يور بيبي، مفيش كابل يتني، يعني ده مشكله وخطر جدا، هينقص الداتا اللي رايحه او الداتا اللي انت بتشحنها، لانه الار اف ممكن يستخدم ار اف كويل وفي نفس الوقت يستخدم كريسيفر. البيشنت اوبريتور انتركم، انا بسمع العيان عشان لو حصل له مشكله اكون مهتم بيه جدا. السيستم امرجنسي اتشيكو بس، لانه لو لعبت في الكونشنج ممكن اكسر الدنيا. وبعدين المونيتور كالبريشن بروبرلي، وبعدين الديلي كواليتي اشورنس لازم تكون امبلمنتد يعني، وكمان ريكورد. شايفين الار اف اللي في الباب ديت الفلانشه ديت بتبقى لها واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، يعني زي يدخلوا في بعض، فساعات تتكسر من غير ما تاخدوا بالكم. دي بدأ، شايفين المنطقه دي او المنطقه دي، دي هتبدا في بعض الابواب القديمه هتلاقي ديت مكسوره ودي مكسوره، لازم تراجع المهندس ولازم تطلب منه انه يحاول بقدر الامكان يعيدها الى مكانها الافضل والامثل. الله يكرمك، دي في غايه الاهميه. نفس الصوره برضو هنرجع لها تاني، انه الار اف كويل شايفين التخزين ده مهم جدا انك تراجعه كل يوم، وان الكيبلز ما تبقاش تحت الكويل، لازم تكون فوق الكويل، ولازم تكون مظبوطه جدا وانسيوليت، يعني مش لا راكبه في حاجه ولازم ما يكونش فيها اي ديفكت، ولازم الكيبل يكون مفروض ومبني بطريقه جميله جدا. زي ما حذرنا في الاول وقلنا خلي بالكم انه يور بيبي از مور دينجرس، ده طفل مسكين من مجرد السلم الكهربي لان جسمه ما استحملش، فبي كيرفول، ده اهم حاجه. برضو الذي لم يسجل التدين قيد الشريط، if you not recorded you lost. لازم كل شيء عندك يكون مكتوب ومدون بالتاريخ ومدون انت عايزه في غايه الاهم. طب احنا بنقيس ايه بالفانتوم؟ what tests does NACR requirement and how often؟ بنقيس الجيومتريك اكيورسي، وده طبعا لا يمكن في الكلينيكال ميجر من هنشوفها. وبعدين بنقيس الامج intensity uniformity، بنقيس الهاي كونتراست، بنقيس البريست سيجنال جوستنج كأن الصورتين اوفرلابينج، وبعدين بنقيس السلايدز ويدث اكيورسي، وبعدين اللو كونتراست، وبعدين السلايدز بوزيشن اكيورسي والايمج ارتيفاكت. هو طبعا اللي اشتغل على الفانتوم او اللي هيقول لنا في الاخر انه اشتغل هيكون مستفيد ومستمتع، لكن الموضوع بسيط وغايه البساطه، يعني 1 day or 2 day training on site you can be experts in this all measurements even you are technologist or physicist. ان شاء الله الدكتوره مريم زي ما وعدتنا هنعمل جود ورك شوب ان شاء الله في تمام، وندعوكم جميعا ان شاء الله. طيب هنخش في القياسات، ان الاي سي ار، طب لما بتيجي تعمل انت الاي سي ار اكريديت بيطلبوا منك حبه طلبات، ودي موجوده في السلايدز اللي عايز يرجع لها، بيطلبوا على الاقل حوالين التست بتاعك يكون في 8 ويكلي و7 انوال، يعني لازم يكون عندك قياسات قبل كده. طيب هنخش على الاسئله رقم 2، استطلاعات الراي البولز نمبر 2، بنقول فيها حضراتكم ان دلوقتي الهاي كونتراست سبيكتر ريزولوشن هو ايه؟ وادي تعريفات الثلاثه بتوعهم عشان تختاروا واحده ونتناقش فيها بعد ما نخلص المحاضره. هو سايز اوف ايمجين فوكسل، ولا الابيليتي تو ديتكت فاينلي سبيس لاينز وذ هولز سيجنال، وبعدين تعريفات الثلاثه، وبعدين الاي سي ار فانتوم هو ايه؟ اي بي سي، وبعدين السيستم ستابيليتي اوفر ا بيريد اوف تايم ده بيستخدم ليه او في. الله يحفظكم ويبارك. انا بجري لان الوقت يداهمنا وباقي 10 دقائق وعايز اخش في الموضوع. فالاي سي ار ام ار كواليتي كنترول، خلاص اللي بيحصل ان اول تيست بي كاريت اوت اكوردنس وذ ذا ريتن بروسيجر، مفيش حاجه هتعملها من غير ما يكون عندك ريتن بروسيجر، ولازم يكون عندك البوليسي وعندك البروسيجر بتاعتك. وبعدين البريفنتيف مينتنس قصه مختلفه، ان ده الدوكيمنت بتاعته باي كواليفايد سيرفيس انجينير، وبعدين ده ريبير دوكيمنت اند ريكورد مينتنس حاجه ثانيه خالص، عشان بس ما ندخلش الدنيا في بعض. الاي سي ار كواليتي كنترول كل التستات لازم تكون مكتوبه، وبعدين في الاي سي ار فانتوم هو احنا بنقيس ايه؟ بنقيس هذه القياسات اللي اتفقنا عليها. والاي سي ار فانتوم التست بياخد حوالي 30 دقيقه، والبالس سيكونس اللي بنستخدمها كومباتبل ويز اول كوميرشال ام ار اي، لانه بيطبق على كل كوميرشال ام ار اي في السوق. وبعدين اللي بندور عليه الاساسي، بندور زي ما اتفقنا على الجيومتريك ديستورشن والسلايد سيكنس والفاكتور افكتنج ايمج كواليتي ثرو ذا ريزوليوشن اند باندويث اند جوستنج والايمج يونيفورم.
هنخش على بعض القياسات وبنقول بعض التلميحات او بعض ايه اللي بنستخدمه لما نيجي نشتغل. بنستخدم التشانل الهيت كوين، الهيت كوين دايما بنستخدمه. الله يبارك فيكم ويحفظكم. وبعدين الاي سي ار فانتوم بنحطه جواها بالهولدر بتاعه، وبعدين بنسيب الفانتوم رايت ليفت بنظبطه مع الليزر. وفي نفس الوقت لازم نتاكد، وبعدين ما نشيلش الفانتوم خالص، ولازم يكون عندنا مسطره او قياس لو بيسموه مقياس الميه، بس يكون كومباتبل مع الام ار اي. وفي ديجيتال دلوقتي بقى حاجات مظبوطه جدا، ويوسن لو فوم تحديد حتتين فومين في الوجات كده عشان هو ما يبقاش حتى جوه الهولدر، عشان يبقى ما يتحركش خالص، تبقى ضامن انه مع الليزر في كل اللي. وبعدين تعمل تشوف اللاند مارك اللي تشن اللي مكتوب عليه، ان لازم تكون كل حاجه مظبوطه في ظبط. عشان ايه؟ زي ما قلنا الريبرس، هاو دو اي بيرفورم بيزك اكويزيشن. خلاص عندنا 3 سيريز، 1 سيجيتال سلايدز و11 اكسيال سلايد يوزنج تي 1 تي 2 ويتد سيكونس ويز بيري سايز باراميتر. في امريكا عشان ياخدوا الاكريديشن التي 1 والتي 2 ستاندرد باراميتر بلو اند سايد نيورو اللي بتستخدمه على الدماغ، لان ده الهيت كوين تي 1 تي ريكواير عشان يقدر يقارن الكلينيكال ايمج لما بتطلع في الفانتوم بتاثر على الزر. وبعدين الباند ويدث بتاعك يبقى 16 كيلو هرتز او هاير ات 1.3 تسلا. ادي السيكونس اللي انت بتعملها، وكل واحده بتكتب الدائل بتفرغه في اكسل شيت، بتحط ايه البارامتر اللي انت متاح عندك. ساعات يمكن يكون مش متاح او قريب منها، لكن على الاقل تطبق كل المطلوب ده وتكتب انك انت عملت. التايم اللي بنستخدمه كما ترون في تي 1 وتي 2 والساجيتال ما بيزيدوش عن 10 دقائق، يعني التست كله على بعضه السبعه تست اللي احنا بنقيسهم ما بيزيدوش عن 10 دقائق. انا دكتور مصطفى مرعوب من الوقت وعايز سامحني ان شاء الله بسرعه. يعني التست نمبر 1، هناخد التست نمبر 1 الساجيتال. اول ما الصوره بتطلع قدامنا بنخطط عليها من هنا، بنعمل 11 اكسيال، وبعدين بتطلع عندنا الصور انه عندنا سبعه تست بيتقاسوا في ال11 اكسيال سلايدز. معنا هنشوف ازاي بنقيسهم. وادي البال سيكونس بعد ما اشتغلنا وعملنا الاكوزيشن. وكلمه عندنا كلمتين مهمين جدا في كل ايمج موداليتي، اكوزيشن والتصوير نفسه. الاكوزيشن هو كل اللي بنعمله قبل التصوير او قبل الشغل، وبعدين ايمج بروسيسنج. خدنا الصور ورحنا عملنا ايمج اناليسس اسمها بروسيسنج، وشفتوا الداتا اللي بيحصل ان ده بياخد وقت قد ايه، وده بياخد وقت قد ايه، وده بياخد وقت قد ايه. ولاحظوا كل شيء، يعني احنا بنتكلم في 10 دقائق لو اتعملوا صح. طيب الجيومتريك اكيورسي، انا هسيب الريزنز اوف فيلير تقروها في السلايد لما توصلكوا، لكن الاكشن كرايتيريا احنا بندور على 2 ملي اكيورسي في كل اللينسز اللي بندور عليه. خلاص. وبعدين اللي بيحصل ان احنا بنقيسها ازاي او بنقيسها فين، زي ما هتشوفوا حاجه جميله جدا ان احنا نقدر نشوف المسافه دي في الساجيتال. المفروض ان عرض الفانتوم معروف عندنا بالظبط. وبعدين اول سلايدز احنا عندنا السلايدز في الفيرتيكال نمبر 1، والسلايدز نمبر 1 في الهوريزونتال. بيطلع مننا ايه؟ بيطلع ان ده طولها 148 في الاثنين الفيرتيكال والهوريزونتال اللي هي ديت وديت في الاكسيال، المفروض يبقى 189 مللي بالضبط، يعني 18 سنتي 9 من 10، بس القياسات عندنا كلها بالمللي. واحنا القياس بتاعنا لا يتعدى الايرور فيه 2%، يعني 3 مللي لازم ما يتعداش القيمه دي. فبالتالي اللي حاصل ان انا لما بقيس ديت المفروض تطلع دول يطلعوا 189، ولما اقيس دي بالعرض كده تطلع 190، يعني ده كله دول كلهم 190. فاشوفها طلعت كام واقدر اشوف احسب الفارينس بمعادله واشوف القانون بتاعي هو باص ولا مش باص. اللي محتاج البرنامج ده كاكسل شيت ان شاء الله ويلكم بنبعته له، مجرد ان يحط القياسات يحط الارقام ديت بيقدر يتفرج على الصور دي. يبقى من الثلاث صور دول شفنا الجيومتريك اكيرسي. يستحيل ان انت في الكلينيكال ايميجين تعرف تقيس ده، حتى لو قيسته مش هيبقى اكيرس، لانك بتقيسه ايه الريفرنس اللي انت بتقيس عليها. انت محتاج حاجه دقيقه زي ما استرى بتقيس بيها في الفانتوم، هو الستاندر بتاعك اللي بتقيس. وطبعا في تعريف لكل حاجه بنعملها. الاكشن الثانيه اللي هاي كونتراست سبيكتر ريزوليوشن، ازاي بنقيسه؟ ان احنا في عندنا ميجرمنتس لو بنشوف من 11 او 1
أو 9 من 10 ملي متر، 11 ملي يعني 1 ملي أو 1.1 أو 9. إحنا دايماً بندور حوالين ال 1 ملي و 9 من 10 ملي، وده لما بنقيسها آدي القياس اللي بيطلع عندك وبتقيس بتشوف آدي 1 2 3 لو في النص يبقى 1 وهنا 9. لو أنت الأكيورسي بتاعتك عالية هتشوف ال 9 أو هتشوف ال 1 أو هتشوف 1.1. الثلاث درجات دول في الهاي كونتراست سبيكتر ريزولوشن، وطبعا معروف لازم حضراتكم تعرفوا يعني ايه هاي كونتراست، يعني ايه لو كونتراست، والسبيكتر ريزولوشن يعني ايه. دي كلها اسئله تحتاج الى شرح والى توضيح، واللي مش عارف يقدر يرجع لها، ولو طلبتوا من الدكتور مصطفى ان انا اشرحها لكم لا باس ان شاء الله. طيب الهاي كونتراست هنقيسه ازاي؟ بنشوف زي ما اتفقنا، بنشوف البولز دي، بنشوف السكويرز دي، بس بنشوف الرو كامله والكولم كم. شايف هنا مش قادر اميز، يعني انت شايف بس مش قادر شايفهم كانهم داخلين على بعض، لكن هنا انا قادر اقول ان الروز كامله والكولم كم. لو قدرت في الاثنين بول في المربعين دول اشوف، فانا بعتبرها وباخدها على طول، بقول الهاي كونتراست سبيكتر ريزولوشن. التست الثالث بيقول سلايد سيكنس. انا خدت سلايد سيكنس في الجهاز للمريض مثلا كذا ملي، طب هي مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ فالسلايد سيكنس بتكون هي خمسة، وهي 5 مللي بتبقى اكيوريت لغايه 0.7. هنقول ليه؟ لان الام ار اي ليس دقيقا جدا في السلايد سيكنس، ولذلك شايفين سايبين المساحه الاكسبتد قد ايه؟ يعني لما تحسبها تلاقي رقم كبير، لكن اني واي بتتقاس ازاي؟ بيجيب تو سلايد سيكنس وبشوف الفرق ما بينهم، ونشوف السلايد سيكنس دي عشان نقيس التجربه بتاعتنا بنعمل ايه؟ بنقيس حاجتين، بنعمل ريجن اوف انترست هنا وريجن اوف انترست هنا، ومن ريجن اوف انترست دي بنحسب الريجن اوف انترست ككاون، وبنحسب المسافه اللينس نفسها كام. فهي المفروض احنا اتفقنا تطلع كام؟ 5 ملم، طلعت هنا 54، يعني 54 يعني 5 ملي و4 من 10، 5 ملي و2 من 10، بنجمع الاثنين ونجيب المتوسط، وكذلك في التي 2 بنجمع الاثنين ونجيب المتوسط ونشوف باس ولا مش باس. طيب السلايد سيكنس بوزيشن اكيورسي، وبعدين هنشوف السلايز بوزيشن اكيورسي. دي بنشوفها فين؟ بنشوف حاجه انه الصوره دي شايفين المنظر ده، دي في الاول، دي في السلايد نمبر، في السلايد نمبر 1 والسلايد نمبر 11، يشوف في المدى الطويل ده ايه اللي حصل. هنلاقي هنا المسافه دي ايه اللي جرى لها، ايه اللي حصل في المسافه دي، ولذلك بنشوف في الاكسيال او في التي 1 والتي 2 السلايز نمبر 1 والسلايز نمبر 11، ونروح نقيس اللينس، طول الفرق ما بين التو ارم دول، هما كانهم تو بار، وبنشوف الفرق الديستنس ده، تلاقي واحده عكس الثانيه وبنقيسهم وبنشوف ايه اللي بيحصل. دي 1.7 طلعت الفرق الديسبليسمنت حوالي 85% سلايز ديسبليت، وهنا ال 0.1 طلعت 5%، ومع ذلك دول كله اكسبتد اكسبتد، لان ال 5 مللي عشان نشوفها لازم تكون ايكوال تو 2.5 سلايز ديسبليسمنت، وبرفير تو بي نوت مور ذان 4 ملم ان اوردر تو افكت ذا لو كونتراست اوبشن. التست نمبر 5 الايمج انتنسيتي يونيفورميتي. فاكرين احنا عندنا شيمنج مع الماجنت الكبير عشان يعملوا نوع من اليونيفورميتي، المجال المغناطيسي بتاعنا ده الانتنسيتي يونيفورميتي المفروض ما يقلش عن 87% لما يكون الجهاز 1.5 تسلا، او 82% لو الجهاز 3 تسلا. طب ده هيبان فين او ايه المشكله؟ المشكله انا لما اجي اصور باخد مساحه كبيره واشوف المشكله فين. طب نحسبها ازاي؟ اهو عندنا بنشوف سمول اريا، سمول ريجن اوف انترست، ونشوف المين بتاع اللو سيجنال انتنسيتي والمين هاي، وناخد صوره كبيره جدا في اخر الصوره. تخيلوا ده جهاز كنا بنشتغل عليه، فالصوره من اولها باينه كده، بس للاسف لما جينا قسنا لقيناه اكسبت، فما عرفناش نكلم المهندسين وقبلنا الامر على ذلك، لان احنا بنحاول بنلعب في الايمج كواليتي عشان نقدر ناخد اخر ريجن اوف انترست، نقدر ناخدها قبل منطقه الميه اللي فوق، وبنحسب الفرق بالايكويجن، والايكويجن زي ما قلت لكم حتى الاكسل شيت نفسه عندي اللي محتاجه. اهلا وسهلا بالمحاضره معاكم، تقدروا تاخدوا الكلام ده. التست نمبر 7 6، السيجنال جوستنج. ايه الجوستنج؟ ايه الجوستنج؟ حاجه زي كده باختصار شديد، يعني انه الجوستنج عندنا يعني ايه؟ يعني كانه الصور وهي جايه تركب، لا
لان هي لما بيعمل اللي ذاكر ام ار اي وعارف ام ار اي ان احنا عندنا ايكو تايم وعندنا ريبيتيشن تايم. ايكو تايم اللي بيحصل عنده الايكو لكل كيس او لكل حال. طب بكرر ليه؟ عشان اجود في الصوره. فلما بكرر كاني بحط الصور فوق بعضها. ساعات لما اجي احط السوبر امبوز ده ايمج كواليتي بيحصل ايه؟ بيحصل كده، بيحصل اضطراب ده في الصوره، بيعمل لي مشكله، بيعمل ارتفاكت، بيعمل ديستورشن. طب اقيسه ازاي او اعرفه ازاي؟ هتلاقي قياسه جميل ولذيذ. هاخد نفس الريجن اوف انترست اللي خدتها قبل كده اليونيفيرمتي، لكن المره دي هاخد اربع مناطق بره الفانتوم خالص، بره خالص. ليه؟ لان يعني المفروض لو الفانتوم ده او الميه دي او الانسان ده موجود في المكان ده ما يبقاش له اي اثر هنا ولا اي اثر هنا ولا اي اثر هنا ولا اي اثر. فباخد المناطق دول ليه؟ انه ساعات ممكن يجي هنا ويأثر هنا وما يأثرش هنا، فاطمن ان الابر واللور والرايت والليفت ما فيهمش اي ميجرز. ولما اقيس لازم اشوف الاريا واشوف المين واشوف الستاندرد ديفيشن واشوف كل البارامتر. يعني ده برضو ما بتعرفش تصوره، بيتعدله مع المانيفاكتشر ومع الشركه، مع حتى الباك سيستم، مع الايمج اناليسيس في اوضتك. وانت قاعد، انا كنت ببقى قاعد في اوضتي والسبيشاليست الله يكرمه بيبعت لي الصور وانا بس جاست ان انا اعمل الايمج اناليسيس. فلازم تكون متاكد من الصور بتاعتك. طب الحسبه بتاعته بتتم ازاي؟ بتتم ان انت زي ما اتفقنا اللي فوق واللي تحت والرايت والليفت دول بتجمعهم ودول بتجمعهم، وتاخد اللارج ريجن اوف انترست اللي في النص والمعادله بتاعتها بتعملها بحيث ان انت القيم بتاعتك ما تزودش او اكبر من او اقل 0.025 عشان يبقى باص، لانك انت بتجمع الاولانيه زائد الثانيه وتقسمهم على الكبيره عشان النسبه بتاعتك تكون في هذا المعادله اللي انت بتطلبها. تيست نمبر 7، سامحنا الدكتور مصطفى على الدقائق، هي دقائق بسيطه ونخلص ان شاء الله. التيست نمبر 7، سامعنا الدكتور مصطفى؟ الو، سامعك دكتور، توكل على الله. التيست نمبر 7 اللو كونتراست اوبجكت ديتكشن، وده من اروع التستات اللي هتشوفوها، لانه كلامه جميل جدا وكلام بسيط جدا. انت عايز تشوف، شايف لما تاخد الاختبار ده لما يكون T1 او T2، فانت هتعد ورايا كده كانه هو شايف كل حاجه في الكونتراست. وطبعا لازم تكون حضرتك على ثقه بتعريف هو الكونتراست، فبتعد ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يمكن لو حد عينه قويه، انا عيني مش شايفه العشرة، لكن في ناس بيقولوا لي شايفينها، معنى ذلك ان الجهاز انت تقدر تشوف تكتب ان قادر تشوف 10 في السلايدز او النمبر في السلايدز بتاعتك اللي هي 8 9 و10 و11. هو بيبان من اول السلايدز رقم 8 لغايه السلايدز رقم 11 8 9 10، وبتجمعهم. يعني هو وظيفه كان الجمع، يعني مثلا واحد زي ده انا شايف 5 مثلا، 1 2 3 4 5. في ناس مش شايفه اكتر من كده، او في ناس شايفه، فاللي شايفه بكتبه. وبعدين هو طبعا دلوقتي الدنيا اتطورت وفي شباب زيكم احسن مننا بقى يعمل برنامج بالماتلاب هو اللي يقيس الكلام ده ويقيسه زي الماشين ليرنينج. ودي فكره حد لو عايز يعمل فيها بيبر اكثر من رائعه، انه يقدر هو بدل ما يبقى بيعتمد على محمد عبد الستار الراجل العجوز كان يشتمه اللي عينيه ما عادتش هتبقى فيها الكواليتي اللي يقدر يميز او يعد، بقى في سوفت وير يقدر يعمله يقوم بهذا العمل، وبالتالي هيجمعهم. فلو طلعوا 40 او 33 فيبقى الكونتراست اوبجكت بتاعنا باص. طبعا اللي لازم بقى انه احنا خلصنا، لكن الدقائق اللي باقيه بنقول لو سمحتوا الايمج ارتفاكت دي حاجه مهمه جدا، لكن ما تدخلهاش مع الكواليتي كنترول. الكواليتي كنترول بيقيس اشياء واضحه جدا، لكن الايمج ارتفاكت طبعا في حاجات خاصه بالجريدينت، حاجات خاصه بالار اف والار اف ترانسميت والريسيفر والمين فيلد. الاخر بولز عندنا بتقول ان الايكو بلانر انجن ار مور سسبتابيليتي في الكلام ده، في البوس ولا في الجوستنج ولا الجيومتريك ديستانس ولا نان اوف ذا باف الام ار اي سبكتروسكوبي. وخلي بالكم الام ار اي سبكتروسكوبي بداوا بيه قبل الام ار اي ايمجينج ورجعوا استخدموه ثاني، لكن في غايه الاهميه. طب هو بور شيمينج السستيبيليتي بتاعته ولا سبكترال ولا اول اوف ذا اباف ولا كيميكال شيفت؟ الدي تي اي، واحنا كده تقريبا خلصنا. واديشن تيست يوزنج اس ار فانتوم، عندك حاجات كتير جدا تقدر تعملها بالفانتوم موجوده في الباوربوينت تقدر ترجع لها. وبعدين
تقدر تعمل قياسات جميلة جدا وتتأكد من الماشين بتاعتك محتاجة أزر أديشة للمحاضرة. لكن احنا كده تقريبا خلصنا. وبعدين ازاي تشكل RF وازاي تطبق الايمج ارتفاكت الريكومنيشن اللي بنقولها ان الايمج ارتفاكت تغطي كل هذه الاشياء دفعات الاهميه والارتفاكت ايه وسببه ايه وبيحصل ايه. ولازم تعرف ايه اللي بيحصل في الايكويشن الساين ويف لما بيخلوها بهذا الشكل. على الرغم ان ده كان من 98800 ل 1906 كان الناس بتتكلم ازاي من الساين ويف يقدر ياخد دوال عموديه بتصل الى حوالي 6000 ماثيماتيك فانكشن عشان اخواننا بتوع الرياضيات يقولوا احنا ممتازين معاكم. وادي بعض الام ار اي وادي الرساله اللي هتاخدها ان الاي سي ار ريكواير ويكلي اند انوالي ميجرمنتس تو بي بيرفورم في الاكريديتيشن. الدوكيومنتيشن مهمه جدا سواء كانت الكترونيكال ولو بيست لو انت عملتها الاثنين. الكواليتي كومز فروم ميني ستيجز انكلودد الكيو سي والكواليتي اشورنس. الفندور سبيك in the same language في السيستم. الجريديانت والار اف والمين فيلد. الام ار اي ليست ماكينه سهله, هي يور بيبي اند يور فيوتشر اند يو كان يوزينج فور ميك اوف فيري نايس ريسيرش. الفندرز تيستي وين بوسيبل ده مهم جدا انك تعرفه وتشارك فيه, ضروري جدا. ثانك يو فيري ماتش واسف على الاطاله وجزاكم الله خير.